تحت رعاية معالي سيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل بعنوان الأولويات البرلمانية في مواجهة كوفيد-19 عبر تقنية الاتصال المرئي. حول ورشة العمل هذه يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذ أحمد العامر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، وأهلا بك في نشرة الثامنة. لعلنا ننطلق من عنوان ورشة العمل هذه، أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة لمجلس النواب لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، ما هي هذه الأولويات بالنسبة لكم كنواب للشعب، خصوصا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي في ظل تداعيات جائحة كورونا؟ يعطيك العافية. أول شيء مسألك بالخير وعلى السادة المشاهير. طبعا اليوم الورشة الأولويات البرلمانية لمواجهة كوفيد-11 برعاية كريمة طبعا من معالي رئيس مجلس النواب الأخت فوزية بنت عبد الله زينل. والورشة طبعا كان فيها أكثر من محور، محور الاقتصادي والمالي، المحور السياسي والأمن، المحور الخدمي. اللي بنتكلم فيه او تخصصي في المحور المالي، تقدمنا خلال المجلس الدور العقاد الثاني ب 40 مقترح مختص في الشان المالي والاقتصادي، 17 مقترح تمت الموافقه عليه، وكانت اضافه للعمل الجبار من قبل الفريق الوطني بقياده سمو ولي العهد. طبعا قياده سمو ولي العهد كانت لها اشاره كبيره على المستوى المحلي وايضا على المستوى الدولي. طبعا اولويات المجلس واضحه وهي مترجمه ايضا من العمل اللي صار في برنامج عمل الحكومة، وأيضا في ميزانية هي دعم البحريني المحافظة على مكتسباته، عدم تحميله أي أعباء إضافية وتخفيف تبعيات الأزمة على المواطنين. طبعا الظرف الحالي لا شك أنه استثنائي، ودائما ما يشبه من الخبراء الاقتصاديين وأيضا من البنك الدولي بمثابة حرب عالمية، لكن ثقتنا بالله كبيرة بغيرة هذا الوطن سيدي جائحة الملك للتصدي للوباء وتخفيف من تبعياته بتوجيهات السامية، وأيضا بقيادة الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد، والتفاعل الإيجابي من قبل السلطة التشريعية أيضا له دور كبير في المراسيم والقرارات التنفيذية والمشاركة في صنع القرار. يمكن الجواب على سؤالك، أنا قدمت 5 محاور. في المحور الخامس وهي ما هي مهمتنا في المرحلة القادمة وبعد الأزمة كجهاز تشريعي ورقابي. طبعا العمل على تضافر الجهود في تعزيز الإيرادات، إيجاد إيرادات متنوعة للمملكة لتغيير المخاطر الاعتماد على إيراد النفط، تعزيز التدريب والتعليم النوعي من قبل الدولة وأيضا المؤسسات الخاصة وأيضا من المجتمع المدني لتمكين الأفراد والمؤسسات لتكيف مع كل الظروف، تحفيز التحول الرقمي، تقديم المقترحات والقوانين ذات الصلة في الشأن الاقتصادي والمالي، تعزيز مكانة الصناديق السيادية والاحتياطي بالاحتياطي بالعمل الأجنبية لتعزيز المركز المالي، وأيضا دعم صرف دينار بحريني وتعزيز ممتانته، تحفيز القطاعات الواعدة وخلق موارد جديدة ومنها السياحة، تحفيز الإنتاج والصادرات، العمل على إطفاء الدين العام والعجزات في الميزانية العامة. طبعا ونحث الحكومة على تشكيل فريق يدرس تبعيات ما بعد كورونا. طبعا تبعيات كورونا يمكن شفنا في 2007-2008 أزمة السوبرايم شنو تبعياتها على مستوى العالم وأيضا على مملكة البحرين، فلذلك نحتاج أن يكون هناك في خطوة استباقية لدراسة تبعيات كورونا سواء من المجلس التشريعي وأيضا من الحكومة. نعم، لا شك أن يعني المجتمع يعول عليكم كثيرا سعادة النائب كجزء مهم من فريق البحرين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 في مملكة البحرين. الأستاذ أحمد العامر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.